والنهاردة هنناقش موضوع مهم جدا لكل الأمهات والأباء والأسر المصرية بشكل عام، وهو عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة. والحقيقة الموضوع ده منحته الدولة رعاية واهتمام كبير جدا لأهميته ولدوره في خلق جيل صحي خالي من مسببات الإعاقة. تمكنت الدولة من تحقيق إنجاز كبير في هذا الملف من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة تحت شعار 100 مليون صحة، لنجح في فحص أكثر من 454 ألف مولود منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2021 ضمن مرحلتها الأولى. النهاردة في فقرة استوديو هذا الصباح هنعرف إيه هي الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وإزاي بيتم تشخيص الأمراض دي، ونسب الشفاء، والدور اللي قدمته المبادرة الرئاسية في هذا الصدد. الحديث بشكل مفصل هيكون معانا ضيفتنا في الاستوديو أستاذة الطب لطب الأطفال دكتورة لمياء محسن. صباح الخير على حضرتك دكتورة لمياء. صباح الخير على حضرتك على حضرتك والسادة المشاهدين. صباح النور على حضرتك، منورانا في هذا الصباح. وخلينا نبدأ على طول ان احنا نفهم مع حضرتك ايه أكتر الأمراض الوراثية اللي ممكن تصيب او عرضة ان هي تصيب طبعا حديثي الولادة، الأطفال حديثي الولادة، والأهم من ده علشان نعرف أهمية دور المبادرة، ايه أهمية الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض. حضرتك هي الأمراض الوراثية كتير، ولكن أكثرها شيوعا 19 واحد، وهم على التوالي برضو، يعني مثلا زي نقص هرمون الغدة الدرقية من أكثر الحاجات شيوعا، نقص الإنزيم اللي بيعمل التكسير في الدم اللي هو G6PD، دي حاجات شيعة. ولكن في بعض أيضا الأمراض الوراثية اللي هي بتبقى نتيجة أمراض التمثيل الغذائي، وتحديدا الأمراض نتيجة عدم تمثيل البروتينات أو تكسير البروتينات أو الأحماض الأمينية اللي موجودة، فبتتراكم فبتؤدي إلى مضاعفات. إيه مشكلة الأمراض الوراثية اللي هي بتظهر بدري دي؟ إنها بتؤدي إلى مضاعفات كتيرة جدا، مضاعفات مرضية، بتؤدي إلى إعاقة، وده اللي في منتهى الخطورة. الحاجة التانية كمان إنها بتمثل عبء مادي واقتصادي على الأسرة وعلى الدولة، لأنه متابعة هذه الحاجات كان ممكن تجنبه. بالتأكيد هو ممكن، في حاجات ممكن علاجها تماما، زي نقص هرمون الغدة الدرقية، زي الوقاية مثلا من الإنزيم اللي بيعمل التكسير بتجنب بعض الأكلات أو بعض الأدوية لفترة معينة. بعد كده لما الطفل بيكبر الجسم بيعدل مساراته في التمثيل الغذائي، فبعض حاجات بتتعدل، إنما مثلا حاجة زي نقص هرمون الغدة الدرقية بقرص هياخده مدى الحياة، ولكن هيبقى طبيعي تماما، نمو البدني والذهني والعقلي ممتاز. في بعض الحاجات التانية بيبقى الحد العلاج الكامل بالرغم انه ليس موجود، ولكن بإضافة او باستعمال او تجنب بعض الأكلات او إعطاء بعض المغذيات الدقيقة بتقل جدا المضاعفات، وبيكون الطفل ده وهو بيكبر قادر يعيش قدر الإمكان حياة طبيعية. طيب احنا قبل ما نتكلم عن النقطة دي يا دكتور، عايزين نتكلم عن المبادرة نفسها اللي هي بتكشف عن 19 مرض وراثي. ايه اخطر الامراض دي؟ او هنقولها كلها ونقول ايه هي اخطرها يعني. شوفي حاجة، هو كله يعتبر خطير كله من زاويته. يعني لما يبقى عندي مرض لو تم اكتشافه بدري واخد العلاج اول 15 يوم بعد الولادة هيبقى طبيعي طول عمره، يختلف اختلافا كبيرا عن كونه يكون طفل معاق بدني وذهني. طفل عنده مثلا تضخم اللي هو المرض الوراثي الخاص بتضخم الغدة الكظرية، ده مثلا لو أخد ملح زيادة شوية وكورتيزون بيتعالج تماما. فدي على الرغم إنها حاجات سهلة العلاج في منتهى الخطورة إنها تفقدي اكتشافها المبكر. في حاجات تانية زي ما قلنا هي مجموعة الأمراض الوراثية اللي خاصة بالتمثيل الغذائي، وفي المبادرة بيكشفوا عن المجموعة اللي فيها خلل في الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي دورها ظريف جدا إن هي بتكسر البروتينات وتخليها تستعمل في حاجات تانية. لما يبقى فيها خلل تعلى، وفي أي حاجة زيادة عن اللزوم تبقى سامة. طيب لو هنحاول نفهم مع حضرتك برضو تفاصيل أكثر عن المبادرة، إحنا دلوقتي في المرحلة الأولى ليها، وما زلنا في المرحلة الأولى، تم الكشف حتى الآن عن أكثر من 450 ألف مولود حديثي الولادة، وخلينا نقول الأرقام بالتقريب علشان نسهل على الناس، أكثر من 450 ألف.
المرحلة الثانية المفروض ان هي هتبدأ لاحقا ان شاء الله، والفرق بينها وما بين المرحلة الاولى انه المرحلة الاولى هي للاطفال المبتسرين، يعني اللي هم ولدوا عدة اسابيع قبل او بضع اسابيع قبل ميعاد الولادة الطبيعي ليهم. المفروض المرحلة الثانية هتشمل كل الاطفال، هتبقى مختلفة في التناول يا دكتور؟ ايوه، لانها المرحلة الثانية هتشمل كل الاطفال المولودين وهتتعامل في وحدات الرعاية الصحية الاولية. المرحلة الحالية لان اي حاجة لازم تبتديها بطريقة تدريجية في وحدات حديث الولادة زي ما حضرتك ذكرت. فطبعا ده هيكون يعني حاجة مهمة جدا ان كل المواليد سيتم الكشف المبكر عن هذه الأمراض وتحويل اللي هيثبت عنده هذا المرض لتلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة في الوحدات الصحية أو المراكز طبقا للحالة. تمام، دي نقطة مهمة جدا على نفقة الدولة. طيب دكتور لميا، في سؤال مهم جدا أكيد الأباء والأمهات دلوقتي بيتفرجوا علينا هيبقوا مهتمين بإجابته. أنا لا قدر الله أنا دلوقتي لسه والدة طفل، يعني إيه الأعراض اللي أشوفها عليه أشك إن هو ممكن يكون عنده أي من هذه الأمراض الوراثية؟ اللي دخلوا الرعاية المركزة الحديث الولادة دي بتتعمل مباشرة على ورقة نشاب. أما الأطفال اللي في البيت، أول في حاجة اسمها علامات خطورة لحديث الولادة، يعني الولد ده أو الطفل ده ما بيرضعش، الطفل ده جلده ساقع، ومش بقول حرارة، أنا بقول الأم لمست جلده ساقع لقيته سخن، الولد ده مسفر زيادة عن اللزوم، الولد ده بينهج ما عندوش ما بياخدش نفسه بسهولة، كل دي بنسميها أعراض خطورة بتستلزم إن الطفل ده مباشرة يتم تحويله للكشف عند الطبيب. قد بقى يكون حاجات كتير منها الأمراض الوراثية تتسبب في هذه الأشياء. طيب لو هنتكلم مع حضرتك على نسب الشفاء قد إيه، وحضرتك كنت بتذكري أهمية الكشف المبكر، قد إيه المبادرة دي ممكن بتساهم في زيادة نسب الشفاء من الأمور اللي هي يمكن الشفاء منها، وحتى الأمور التي لا يمكن الشفاء منها، إن هي تخلي الأطفال زي ما حضرتك ذكرتي يحصلوا على حياة طبيعية قدر الإمكان أثناء فترات نموهم، حياة بدون مضاعفات بدون إعاقة. يعني فدي حضرتك نقطة مهمة جدا، مهمة ليهم جداً. ومهمة للأهل، مهمة ليهم للأهل والمجتمع ولتعليمهم ولصحتهم بعد كده، حاجات كتير جدا يعني. فهو حضرتك مهم جدا ان هو الكشف المبكر ده، علشان في حاجات هتعالجها زي ما اتفقنا تماما، وهيكون شخص طبيعي ملتزم بدواء او بطبيعه اكل او بمغذيات اضافيه وبعض الاحيان او بملح او بدواء معين. اما الثانيه، المجموعه الثانيه اللي ملهاش علاج على المستوى العالمي نهائي او واضح، فدي بالتاكيد الالتزام بالنظام الغذائي اللي هيتكتب او هيتشرح وبعمل التحاليل الدوريه بيجنب الطفل ده الاعاقه. طيب دكتور، ايه اكتر الامراض اللي ممكن توصل لا قدر الله للاعاقه، ودور المبادره في ان هي ما توصلش الموضوع للحد ده؟ أمراض التمثيل الغذائي الخاصة بالأحماض الأمينية، بتراكم الأحماض الأمينية، ولو خدنا مثلا ليها زي الفينايل الكيتونوريا، ده مثل إن الحمض الأميني الفينايل ألانين بيتكون، ده بقى حله في نوعية لبن خالي من الفينايل ألانين. شوفي حضرتك قد هي حاجة سهلة وأغذية. العيش بيتعمل بطريقة معينة، يعني ليهم طريقة تغذية معينة، ودي طبعا نصايح بياخدوها في المراكز من الأطباء متخصصين، وطبقا لأدلة تم عملها من اللجنة العلمية المشرفة أو العاملة على هذه المبادرة. فشوف حضرتك هي قد إيه طفل هيعدل في اللبن اللي بياخده، بتعديل في اللبن اللي بياخده أو في الأكل اللي بياكله، ممكن حياته تبقى طبيعية. هي النقطة كلها يا دكتور في الكشف المبكر فعلا، يعني هي دي نقطة حاجة. والحقيقة هو ده الجميل في المبادرة دي، ان هي سلطت الضوء على حاجة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا جدا، ويمكن تجنبها والوقاية منها. طبعا يعني احنا بنتكلم لحد دلوقتي عن اكتر من 450 الف طفل حياتهم ممكن تكون فيها تغيير ايجابي للافضل، وزي ما حضرتك بتقولي ببعض حاجات صغيرة جدا كان يعني هنمشي عليها وهتفرق في حياتهم وفي حياة اهليهم وفي المجتمع بصفة عامة، ولسه الارقام اكيد هتزيد مع الفترات القادمة. اسمح لنا بس قبل ما نكمل حديثنا يا دكتور ان احنا نشوف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا العرض المعلوماتي عن هذه المبادرة، مبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ونرجع نستكمل حديثنا بعدها.
رجعنا مرة تانية مع دكتور لمياء محسن، برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك مرة. وفي أثناء العرض المعلوماتي كنا بنتكلم مع الدكتور عن الفرق بين المرحلة الأولى والتانية من المبادرة، وحضرتك ذكرتي حاجة مهمة جدا عايزين نقولها للسادة المشاهدين. المرحلة الأولى بيتم عمل التحليل لكل الأطفال اللي دخلوا وحدات حديثي الولادة، وده عادة بيبقى في مرحلة استرشادية قبل ما يكون هناك مؤسسية كاملة وتعميم لأي مبادرة. المرحلة الثانية هو تعميم هذا التحليل أو هذا الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لل 19 مرض لكل المواليد وعددهم حوالي 2 مليون أو أكثر من 2 مليون سنويا. ده مهم جدا جدا، لأن حضرتك بتأثر، يعني من أهم الحاجات في التنمية إنك يكون عندك إنسان قادر على صنع هذه التنمية. طبعاً. كيف يكون قادراً على صنع التنمية من غير ما يكون صحته كويسة؟ فحضرتك بتلقط حاجة بتؤدي إلى الإعاقة بتدمر حياة إنسان وعائلته والبيئة. بتلقطها بدري جداً كمان. جداً جداً. طيب ده هيدفعنا للتساؤل عن نقطة حضرتك ذكرتيها، اللي هي إنه الكشف والعلاج بالمجان في هذه المبادرة زي باقي وكل المبادرات الصحية الرئاسية الموجودة ما بتكلفش الأهل ولا بتكلف اللي بيحتاجوا هذه المبادرات أي مبالغ. الاستثمار الكبير جدا ده في البشر وفي صحة البشر في مصر هنتكلم عن في هذه المبادرة قد إيه بيشجع وبيخلي ناس كتيرة أن هي تسعى للحصول على هذه الخدمات وتعي مع الوقت أن هي تبقى خلاص حاجة زي ما حضرتك ذكرتي مع كل الأطفال مش مجرد يعني فقط المبتسرين. صحيح. وبعدين عشان كده المرحلة الجاية أهم حاجة فيها تكون مؤسسيات المبادرة، يعني تكون جزء أصيل من النظام الصحي القائم في وحدات حديثي الولادة. ده هيعلي تكلفتها، ولكن بالتأكيد. الدولة بالتأكيد هتفضل محافظة على أن هي تكون مجانية بالتأكيد. وعلشان كده المرحلة التانية محتاجة إعداد وتخطيط وإيجاد المعامل وإيجاد مراكز العلاج في المحافظات المختلفة. وعلشان كده هي واخدة بعض الوقت، وأنا بتصور أن المرحلة التالية عملية التخطيط والإعداد لها على قدم ساق. طيب دكتور لميا، بما أن حضرتك أستاذة في طب الأطفال أكيد أمهات كتير عايزين يعرفوا كده إزاي يهتموا بصحة أطفالهم، تقولي لهم إيه؟ والله حقيقة هقول لحقيقة حاجة، الاهتمام لازم يكون من أول من هي حامل. لازم عشان تهتم بصحة الطفل لازم تهتم بنفسها وهي حامل، من ناحية التغذية، من ناحية أنها تعمل متابعة حمل عشان لو في أمراض عندها ضغط سكر، دي حاجات بتؤثر على الطفل ولكن يمكن تجنب التأثير بتاعها بمتابعة الأم. بعد الولادة بنقول إن مهمة قوي علامات الخطورة تلاحظيها، مهمة قوي المتابعة بتاعة الطفل إن هو نموه البدني والذهني ماشي مظبوط. أنا هتعرف إزاي إن هو ماشي مظبوط؟ البدني حضرتك بيبقوا إن الطفل بيضحك إمتى، إن هو بيضحك لها عند سن شهرين، إمتى بيقدر يسلب دماغه عند 3-4 أشهر، وإن أول ما تقلق، والأمهات لما تقلق دي حاجة مهمة جدا لأن هي بتبقى حاسة إن في حاجة مش طبيعية، لابد إنها تذهب لاستشارة طبيب أو تروح الوحدة الصحية. ليه؟ علشان هو اللي يقدر بالقياسات، ودي حاجة مهمة جدا. في أثناء الذهاب للتطعيمات بيتم عملية قياس للمقاسات بتاعة الطفل كلها اللي بيبقى فيها وفحصه بطريقة اللي هي بتقدر تطلع أي انحرافات، سواء انحراف بدني طول وزن، سواء انحراف ذهني أو عقلي، فده مهم جدا. فهي بتلاحظ بتلقط أن الطفل ده مش زي إخواته أو مش زي الأولاد اللي هي تعرفهم وبتلجأ للطبيب. في حاجات بقى خطر جدا، بينهك كتير، بيزرق، في بعض الحاجات بتبقى واضحة جدا انها لازم تلجأ لطبيب على طول. الرعاية العادية هي انها تهتم جدا ازاي تحميه، ازاي تاخد بالها من الصورة بتاعته اول ما يتولد، ازاي لو جاله صفرة هي تعمل ايه، كل الحاجات دي. طب هنرجع مع حضرتك لنقطة هذه المبادرة الرئاسية للكشف على الأطفال حديثي الولادة، ولو هنتكلم كمان عن فكرة الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، الاثنين دول مهمين جدا، وهل ممكن ان هم يبقى ليهم تأثير يا دكتور لميا في ان احنا نصل الى جيل خالي من مسببات الإعاقة؟ هو حقيقة يعني مهم جدا. فحضرتك ذكرت حاجة مهمة وهي الفحص ما قبل الزواج، ده مهم جدا لأن في بعض الأمراض الوراثية لما بتبان بيبقى مفهوم، يعني الطفل أو العيلة دي اللي ستتكون إيه فرصة أو إيه نسبة إن هم يجيلهم طفل عنده مرض وراثي أو عنده حاجة فيها إعاقة.
تمام. فده مهم جدا جدا جدا، الى جانب الكشف عن حاجات زي مثلا انيميا البحر المتوسط، حاجات بسيطه جدا ولكن لما بتظهر في الاطفال بتعمل مشكله كبيره، بتقلب حياه الاسره كلها بالظبط. فعلى قد يعني ما المبادره بتاعه الكشف المبكر بعد الولاده، احنا بنقول لا ده قبل الزواج كمان مهم جدا جدا عشان تاخد الحاجه من بدري قوي. زي ايه دكتور مبادره المقبلين على الزواج ان هم يروحوا يكشفوا عن صحتهم ويشوفوا هم متوافقين، والعيال مثلا ممكن يجوا عندهم امراض ايه وراثيه سواء من الاب او من الام، دي مهمه في ايه؟ وايه اكتر الامراض المنتشره في الحته دي؟ لا يعني الكشف عن الضغط والسكر هي مش امراض بتؤدي الى حاجات وراثيه، انما هي بتنتقل يعني بتتوارث. يعني الحاجة التانية مثلا زي الأنيميا، أنيميا البحر المتوسط من الحاجات المهمة جدا والمنتشرة جدا في مصر. فبالتالي لما بيكون أحد الزوجين عنده لازم بيكون عارف وعارفين هيجرى احتمالات إيه بعد كده. وفي بعض الأحيان بيبقى من حق الناس إنها تختار الشريك. دي نقطة مهمة قوي وصعبة، الناس يمكن ما بتحبش تروح أو يعني هي مضطرين دلوقتي طبعا خلاص بقى رسمي، لكن الناس بتخاف إن هي تعمل الموضوع الكشف ده قبل الجواز علشان يعني لا قدر الله لو حصل أي مشكلة، في هنا مرض في هنا مرض. أيوة بس هقول لحضرتك حاجة، في عائلات عندها أمراض وده مهم جدا، لأن من الحق والعدل إن الصراحة الناس تبقى عارفة الطرف التاني يكون عارف الطرف التاني عنده إيه، ولكن له حرية الاختيار. بالظبط، هي دي نقطة مهمة، هي لا تجبر أحد على الإطلاق ولا تمنع أحد عن الزواج، ولكن يبقى الواحد عارف هو داخل على إيه ونسب المتوقعة للاحتمالات المختلفة إيه. هرجع تاني لسؤال فكرة الوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة، هل هذا الأمر علم يعني علمي يا دكتور؟ هل ممكن الوصول إلى باستخدام يعني كل ما وصل إليه الطب الحديث والتطور في علم العلوم الطبية المختلفة، إن هو مش هنقول إن هو يبقى فيه جيل ما عندوش أي قدر من أنواع الإعاقة ولكن خالي على الأقل من المسببات؟ صحيح، خالي من المسببات وكمان الحاجات اللي تساعد على الوقاية منها كمان. فأيوة طبعا، لأنه حياتك أنت لما بتقلل أو بتمنع أو بتقنن زواج الأقارب ده حاجة مهمة جدا، لأن زواج الأقارب هو من أكتر العوامل اللي بتؤدي إلى أمراض وراثية وتؤدي في غالبيتها إلى الإعاقة. لأي درجة قرابة برضو عشان نبقى بننشر وعي أكثر عند الناس؟ أولاد طبعا كل ما يتقرب العلاقة أولاد العمومة، ولكن في زي ما قلنا إن في عائلات فيها أمراض متوارثة من سنين وسنين، فممكن على الرغم من إنه الزواج يكون مثلا من ابن عم، انما برضو ان المرض يظهر، ودي اهمية الفحص ما قبل الزواج. جميل. وبرضو اهمية الكشف المبكر، عايزين برضو نقول للناس مرة واثنين وثلاثة على اهمية الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لو بنتكلم عن هذه المبادرة الرئاسية دكتور. ضروري جدا، وطبعا هو الكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية هو اللي معمم من سنين وسنين في وحدات الرعاية الصحية، وزاد عليها الكشف عن ضعف السمع. فدلوقتي أي طفل بيتولد في مصر بيتعمل له التحليلين دول أساسي، واللي موجود يعني نقص هرمون الغدة الدرقية موجود في المبادرة ولكنه أيضا مؤسسي من زمان جدا. الحقيقة أنه الكلام اللي حضرتك بتقوليه خطير جدا ومهم جدا، إحنا لازم نقدم فعلا تحية تقدير لكل القائمين على هذه المبادرة لدورهم الكبير قوي اللي بيفرق في حياة أسر من قبل حتى ما تكتشف أنه هو ممكن يكون فيه تعب بشكل حياة أو آخر، أطفال كتير يعني الحقيقة طبعاً. ويفرق زي ما حضرتك ذكرتي في أسلوب حياتهم عائلة. باقي عمره كله عائلات يعني شرفتينا ونورتينا وسعدنا جدا والله بوجود حضرتك مع كل هذا الكم الرائع من المعلومات. الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال، ألف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين.